عملاء شركة المازن، ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بنتكلم معاكم على سير السحب لماكينات الام بي او. السيور دي بتركب على بكرة السحب بتاعت الماكينة الطي الام بي او. في مقاسين للسير الاصفر ده، بيبقى فيه صف خرام واحد في النص، وفي مقاس بيركب على بكرة السحب بتاعت الام بي او عشان تحولها من بكرة حديد لبكرة مكسية كاوتش. السير الصغير ده موجود في شركة المازن ب 4500 جنيه. السير نفس النوعية بس عدد السنون اكتر ب 5000 جنيه. وكذلك السير الكاوتش اللي بيركب على بكرة السحب ب 5000 جنيه. احنا بنتكلم في منتجات كلها اوريجينال، لان شركة المازن تملي معودة حضراتكم على وجود قطعة غيار اصلية. حتى لو مفيش عميل بيبقى محتاجها، شركة المازن بتحب انها توفر قطعة غيار غريبة ما بتبقاش متوفرة في السوق قوي لخدمة عملائها. ما على حضرتك غير انك انت تبعت لنا على الواتس على الارقام اللي هتظهر على الشاشة، وبكل التفاصيل اللي حضرتك عايزها عن قطعة غيار معينة، وبإذن الله هنلبي لك طلبك. شكرا لحضرتك.